المساهمة في تخفيف انتشار كورونا هو هدف هذه المجموعة التي لا يتجاوز عدد المشاركين فيها 6 أشخاص. تطوعوا في حملة لصناعة كمامات بمواد أولية منزلية وتوزيعها على كبار السن والفئات المهددة بالإصابة بالفيروس. أيام قليلة مضت على انطلاق المشروع التطوعي. المسكات حيكونوا للناس اللي عندهم أمراض أو مثلا بالعمر يكون مثلا فوق العمر 65 سنة، للشرطة، للأطفائية، للهايم تبع الكبار بالعمر. وسائل الإعلام المحلية احتفت بهذه المبادرة وباتت الاتصالات لا تتوقف، فالجميع يود الحصول على كمامة بعد أن نفذت من الأسواق. تطور الأمر كثيرا، بعض المراكز الطبية والمستشفيات ترغب في الحصول على بعض الكمامات ولم يتوقف الأمر عند ذلك. أبرك في صورة من المشفى تكلمت مع الدكتور إبراهيم وطلبوا منا يعني الكمامات اللي أنجزناها، الكمامات من مواد أولية بمكنات خياطة منزلية، لكن بصفات جيدة جدا، لذلك حاليا طلبوا منا وحتى رح يساعدونا بالمواد الأولية كمان نكمل شغل حتى بعد حملة 1000 كمامة. إن شاء الله رح نتابع بألف تاني، ونحن خلال فترة وجيزة 5 أيام أنجزنا 1000 كمامة. المبادرة كانت فرصة لرد الجميل والعرفان لهذه المدينة وسكانها كما يقول القائمون عليها، فكان أثرها عميقا في نفوس الأهالي. ومع استمرار إنتاجهم التطوعي السريع لن يجد السكان مشكلة في الكمامات. 1000 كمامة صنعت في أقل من أسبوع، هذا العدد الكبير لم تنتجه إحدى الشركات الطبية الكبرى، بل 5 شبان عرب قرروا التطوع بعد نفاذ الكمامات من الأسواق. أدهشوا سكان المدينة بسرعة إنتاجهم، حتى المستشفيات تواصلت معهم للحصول على بعض منها. يمان شواف، العربي، شمال شرق ألمانيا.